النهارده هنعمل الهيت، ففي طرق مختلفه جدا ان احنا نعمل بيها الهيت، اللي هي زي ما قلنا انها هاي انتنسيتي انترفال تريننج. فدايما لما تشوفوا الحاجات دي موجوده في محطوطه في اي جدول من الجداول، هي دي اللي بتبقى موجوده في الاستوديو. بتبقى انواع مختلفه كتير، ساعات ممكن نعملها من غير الاكويبمنت وممكن نستعملها بالادوات برضو، ممكن نستعملها بطرق مختلفه كتير، وحتى الوقت اللي احنا بنستعمله بيكون مختلف لكل مره. سوري. سو اول حاجه هنبتدي بيها هي ان احنا هنعمل انشورنس. هنطلع لقدام البلانك ونرجع لورا، ونطلع لقدام ونرجع لورا، لقدام ونرجع لورا، لقدام نرجع لورا مرة كمان، وبعدين نمسك هنا. alright، دلوقتي من هنا عايزين احنا نرجع تاني. sorry. واول حاجة هنعملها ان احنا عايزين ناخد رجلينا للجنب، نعمل اللاترال لانج ونرجع تاني. نحاول نتنفس. نعمل بس رجل واحدة ونرجع تاني، ونحاول نخلي دايما وسطنا يرجع لورا ورجلينا كلها تكون على الارض. بعدين نرجع تاني. دلوقتي هنعمل رجلينا الشمال واهم حاجه ان احنا نستعمل التنفس بتاعنا مع الحركة اللي احنا بنعملها. شهيق لتحت وزفير لفوق واحنا بنزوق. اخر اثنين وواحد. alright، دلوقتي من هنا عايزين ان احنا نشتغل على الكور بتاعنا. عايزين ان احنا نقعد من هنا، نحط رجلينا لبره، نحط ايدينا ورا لو معانا كرسي، ونحاول ان احنا نجيب ركبتنا لحد فوق. نرجع لورا، ونرجع تاني. النهارده أول يوم صوتي يرجع. هنحاول إن احنا نعملها بالراحة. دلوقتي هنرجع تاني نعملها من الأول. نمشي لقدام ونرجع تاني. لقدام ونرجع. لقدام ونرجع. نحاول ما نخليش وسطنا يقع. واخر واحده ونرجع. alright، دلوقتي هنعمل رجلينا اليمين تاني للجنب ونرجع. اثنين وواحد. من الناحية التانية
ثلاثة اثنين واحد. Alright. دلوقتي عايزين نقعد على قد ما انتوا الوقت اللي انتوا مدينه، حاولوا تدوا لكل تمرين نفس الوقت، وناخد 10 ثواني بريك ونرجع تاني. حاول نشد عضلة البطن. ونرجع تاني. Alright. دلوقتي عايزين ان احنا نعمل حاجات مختلفة تانية. هناخد الكاتل بيل هنا وهنعمل الكاتل بيل سوينجز. Alright. هنحط الكاتل بيل قدامنا، ننزل لتحت، نرجع الهيبس بتاعتنا لورا، نمسكها بايدينا الاثنين وهنطلعها لحد عينينا فوق. دلوقتي هنرجع كتفنا لورا، هنعمل الديد ليفت بيها، هنخلي رجلينا تحت الهيبس بتاعتنا وهننزل لتحت، ظهرنا مفرود وهنطلع لفوق، ونحاول ان احنا نعمل سكويزنج للجلوتس. هنا شهيق سخيق. اوريكم كمان من الجنب، المفروض ظهركم يفضل مفرود وفي بس تانية صغيرة في الركبة، وتحسوا بيها في رجليكم من ورا. ثلاثة اثنين واحد. دلوقتي عايزين ان احنا نشتغل على الاوبليكس، هننزل هنا نرفع نفسنا من على الارض، ناخد ايدينا لبره نحاول نخلي كوعنا يبقى تحت كتفنا على طول، ونكون زاقين طبعا وسطنا من عند الارض، وعلى قد ما نقدر نخلي راسنا مع ظهرنا، ما تبقاش راسنا واقعه لتحت. هنعمل الناحيه الثانيه.